متتبع حضرتك موضوع الذكاء الاصطناعي اللي بقى حديث العالم حاليا؟ هنوصل بيه؟ وبيني وبينك ما نعرفش هيودينا فين. والحقيقة ده كان سؤالي يعني. بيني وبينك يتطور، ما فيش أي سبب لإيقافه. لأن وما تقدرش توقفيه، لأن في واحد هيكمل في الهند وما كانش في الهند هيكثف في ساوث أمريكا، وبعدين حد تاني في باكستان وهكذا. ففي ناس هتبتدي تكمل فيه. إحنا عارفين إن هو في أغلب في الغالبية العظمى بيسهل علينا حاجات ويأهل لنا حاجات كثيرة جدا وممتازة وكويسة خالص. أنا بكلمك النهارده وأنت في بلد في قارة وأنا في قارة، وأنت الناس شايفيني شايفيني في مصر، وأنا وحاجة كويسة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا ورخيصة جدا. معناها إن ممكن جدا الحاجات دي تسهل لنا الحياة وتعمل لنا حياة أحسن وأسهل. في بعض الناس هتستخدم هذه الوسائل لعمل حاجات وحشة، وارد، بس احنا نحاول ان احنا نقلل من احتماليات الاستخدامات الوحشه، وبعدين برضو نكمم او نقلل الناس اللي ممكن تعمل حاجات وحشه، لان في الغالبيه العظمى انها هتسهل حاجات لنا وتعمل لنا حياه احسن. هو حضرتك فعلا دايما بتقول انه هو مفترض ان احنا نستخدمه فيما يفيد البشريه. مفيش شك. وده كثير جدا، يعني شوفي حاجات كثيره جدا بتحصل دلوقتي، حتى في الحاجات الجراحيه وحتى في حاجات كثيره جدا بتتعمل في التعليم وكذا وكذا، نتيجه تعرفنا على الحاجات دي، وده مهم جدا. بس نستمر في ذلك، نستمر نعرف ان دي حاجات ممكن تطبيقها في حاجات زي الزفت، ونخاف منها ونقللها ونكثر الاستخدامات اللي هي بتعمل سعاده راحه الانسان وراحه الانسان يعني عقله. طيب يعني فكرة الروبوت اللي دايما بنتكلم عنه دلوقتي، هل ممكن انه فعلا يعني يسبب لنا مشاكل كتيرة في حياتنا؟ هل ممكن يتمرد على الانسان ويفعل اشياء لا يريدها؟ لا 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 لا, لا, لا. الناس بتقول لما الروبوت زي ما هي تقدر تاخذ الدنيا كلها وتتمرد على الانسان وكذا، ليس في نظر ان ده ممكن ابدا، لانها ما عندهاش القابلية انها تظهر بحاجة جديدة خالص ما مرتش على علينا ولا على اللي عملها. لازم هيكون لها حدود من اللي هي معمولة لإيه. ممكن جدا في ناس تعمل حاجات روبوتات عشان تقتل، وارد وارد، بس دي هتبقى معمولة عشان كذا. وارد. انما الروبوتات من نفسها ما هتقدرش تعمل حاجات تغلب على الفكر الإنساني. مسار الفكر الإنساني أعقل حاجة في ما فيما نعرفه. لكن في أفلام سينمائية كتير بتقول يعني عكس اللي بنقوله دلوقتي، وبتتصور إنها ممكن إنها يعني تفعل أشياء جيدة، لكن الكثير من الأشياء الغير جيدة. سينما. وارد، وده كويس، وده وارد، عشان ده كويس عشان يعرفنا إن إحنا ما ننحرفش. يعني كويس جدا إن إحنا عارفين إن في ممكن جدا كلنا نبقى عارفين من فيلم أو من حاجة عادية خالص ان ده ممكن يحصل فيه حاجات سيئه للغايه لو عملناه. فوارد ان احنا نبقى عندنا ناس بتقول كذا، بس احنا عشان يعرفونا عشان نزود الاحتياط.